أصدقائنا الحلوين هنتعلم الحركات الفتحة والكسرة والضمة بقصص صغيرة جميلة هتبسطنا. النهاردة هنتعلم قصة الفتحة، وزي ما احنا شايفين الفتحة شرطة بتتحط في أعلى الحرف. قصة الفتحة بتقول: في يوم من الأيام كانت الحروف تتجول في رحلة إلى الحديقة، وكان أرنوب صديقهم معهم. وأثناء مشيهم في الحديقة وقعت الحروف في حفرة عميقة، وقام أرنوب بمساعدتهم للخروج من الحفرة. لكن أرنوب وجد الحروف أصيبت في رأسها، فأحضر لكل حرف شريط لاصق ووضعه على رأسه، فكان الشريط اللاصق الفتحة لكل الحروف. ولكن كانت الحروف تتألم، فالألف يقول آ آ آ، والباء يتألم فيقول با با با، وكان الجيم يتألم ويقول جا جا جا، وهكذا بقيت الحروف. أرنوب الحبوب يعلمنا اليوم الفتحة، كما قلنا فهي شريط يوضع فوق فوق الحرف. نفتح الفم أثناء نطق الحرف، والفتحة نضعها أعلى رأس الحرف. آ با تا، وغنى الأرنب أرنوب الحروف الفتحة تقول افتح فمك، آ آ با با تا تا.